المصري الذي يدخل لهذه المنافسه تقديم خاص ومميز وتعودنا اليوم دائما في الافليغالا وفي الامسيات خصهم يكونوا بهذه الخاصيه هذه وبالطريقه المرجاني خصو يكون ديما يتحرك شويه واخا غنشوفوا هذه الحركه واش ممكن نشاهدوها على المويتاي او حتى في الرينج لاعب على الرينج ليس غريب علينا كيفاش بالنسبه لي يعني يكون قدرات الفنون القتاليه المختلفه ولكن شاهدنا هذا البطل هو بطل مصري حاضر بقوه في هذه الامسيه وهل يمكن واحد ان يكون افضل ويكون احسن يعني صغير على مستوى السن حلم نتحدث عن هذا امام لاعب مصري واللاعب الاماراتي يبحث باش انه يكون افضل واحسن نذكر بانه حتى في السن هذا الكرام الصراع راديكم قوي بين الامارات وبين مصر في هذه الامسيه مباراه عربيه يعني عبد الواحد لما تعطي الفوري يعني شكون اللي نظر يقدر يكون غير من غير من غير من الشكل يعني من اللياقه البدنيه يعني مازال ما دخلناش حتى ندخلوا في الجولات يبان لنا المردود انا يعني ما تعرفش النتائج في المعلومات الجوله الاولى وبالنسبه للسين يعني من 34 سنه و 21 سنه 21 سنه يعني انا اول مره نشوف على حلبات Fighting in the blue corner representing Egypt once again mohamed الممثل للركن الازرق هي للمصري محمد احمد المرقاني نزال غادي ينطلق كما قلنا نعم بعد لحظات اكثر من 61 كيلوغرام او 61 كيلوغرام وهذا هو الوزن احمد حسين الغوري كيقدم فيه او اللي غنشهدوا فيه هذا المنافسه هذه بالنسبه للحكام ديال هذه المنافسه نذكر به كم هو هولندي ولكن معاه اربعه اخرين او ثلاثه اخرين يعني الخدات ودخلوا اربعه اخرين صالح اللاعب هناك روبرتو فراغال من ايطاليا هناك كويدر عبد المنعم نعم كويدر عبد المنعم هذا بطل الجولات هي يمثل فرنسا وكاين مصطفى غناب المغربي سوش فرانك تويس هذا رئيس الطاولة رئيس الطاولة نعم هو من هولندا واخيرا غادي ننطلقوا في المنافسه اخيرا ننطلقوا في التباري ما هي الطريقه ديال التباري يعني المواي تاي يعني تختلف بشكل كبير عن رياضات اخرى هنا شان الكليتشينكا او الالتحام بين الطرفين اشتباك مسموح في رياضه هذا الطريقه هذه ديال الالتحام بين البطلين يعني عندها خصوصيه في المواي تاي لانه كتختلف على الرياضات الاخرى اللي هي الكيك بوكسين او الرياضات الاخرى ديال الفنون القتاليه بالنسبه للكيوان يعني الالتحام يعني ما كاينش الالتحام الكيوان والكيك بوكسين يعني بالنسبه للمواي تاي يعني عندك حتى دير التحام وضرب كلينشينغ يعني عده مرات الضربات على الفخذ اللي كنشاهدوها من جانب البطل الاماراتي واش ممكن انها تاثر في الخصم ديالو بشكل عام؟ نعم ضربات لو كيك اعتقد هي ضربات لو كيك نعم مشاهد معايا كيفاش محاولات القيام بضربات على الفخذ هي كثيره اللاعب مازال انا محاولة اخرى ايضا القيام بضربات على الفخذ اشتباك وانزال انزال الخصم ضربه قويه جدا على الفخذ عبد الواحد شنو رايك في هذه الضربه هذه؟ الضربه جات في المستوى يعني كان الوقفه ديالو اللي باقي ما وقفش مزيان وضربوا ديك هي اللحظه ديال اللي فين كنضرب والحمد لله يعني المفروض الناس فقد التوازن ديالو الخصم ديالو في الضربه الماضيه روح رياضيه عاليه روح رياضيه عاليه بين الطرفين وهذا جميل وهذه من بين الاشياء الجميله اللي كنشاهدوها في هذه المنافسه يعني الكاميرامان يعني كان هناك لمس الكاميرامان اللي في الجهه من الخلف ديال الحبال ديال الرينج انا مش عارف بان مهنه ديال المتايب الضربات مستمره متواصله ودائما الصراع بين البطل الاماراتي بالقفاز الاحمر والبطل المصري بالقفاز الازرق نهايه راوند 1 الجوله الاولى احمد حسين الخوري وكيعتذر من المصور وبعد ذلك غادي ياخذ فتره ديال الراحه نستغلوا هذه الفتره هذه عبد الواحد انت ادرى بشكل كبير في هذه الفتره هذه عندك تقريبا دقيقه خصك تعطي فيها الماكسيموم بوسيبل ديال المعلومات تعطي الاخطاء تعطي لي بوان فابل ديال الخصم وتعطي كيفاش خصك انك تمارى وفي نفس الوقت خصك انه البطل ديالك يستراح يوصل 100% شحال كيكون من واحد في هذا الركن وشنو هما المعطيات اللي خصك تعطي بالضبط
بالنسبه للمطايد ديما خاصك تعتمد على الهجوم ولا يعني كونتر لاتاك، يعني ديما خاصك تعتمد على المسائل كامله بالنسبه ل يعني ردود الفعل بالنسبه للخصم ديالك. تصور اللي وقع بسبب هذه الضربه، يعني ما غاديش تضرب غير كتكون عندكم ديمو تكنيك او لا خصك تعطيه ماكسيموم بوسيبل ديال اللعيبه. يعني بالنسبه للاغلبيه ديال المدربين اللي تيخليوك في الجوله الاولى تتلعب تشوفوا اللعب ديال الخصم ديال ديك الساعه، من بعد تعرف نقاط الضعف ديال الخصم ديال ديالك، ديك الساعه من بعد تعطيه الارشادات باش يحاول يلعب احسن من الجوله الاولى. غادي تنطلق الجوله الثانيه، راوند هو صراع قوي بين الطرفين في هذه المنافسه، ونحن نتابع المحاولات المستمره المتواصله من جانب البطلين. ضربة قوية. شوف شاهد معايا رشاقة بدنية كبيرة، كيحاول يوهم الحكام أو القضاة على أنه ما تأثرش نهائيا بديك الضربة وأنه قادر باش أنه يكمل الصراع ديالو. البطل الإماراتي يعني عندنا اللون الأزرق، شاهد معايا أنا الضربة. شنو رأيك في الضربة هذه؟ يعني ضربة قوية بالنسبة للملاحظة، يعني باش نوريو للجمهور بالنسبه هنا بالنسبه للضربه المرفق، يعني محيدين على حسب اتفاق ديال اللاعبين نشاهد فيها والمدربين، يعني بالنسبه للمرفق محيدين هنايا بالنسبه للمواطن، يعني فيه ضربه صعيبه يعني حيت يحاولوا اتفاق ديال السلبيه يعني المدربين فوالا كيكون قبلي اشتباك طول الوقت الصراع قبل ما تبدا المنافسه، بالاخص ملي تيكونوا باقيين المبتدئين اللي ما وصلوش واحد النيفو اللي تيحاولوا كبير. لكن بالنسبه هادو الابطال كيبحثوا على النجوميه وكيبحثوا ايضا على تحقيق نتائج ايجابيه، صحيح انهم في رفع الستار لهذه الامسيه نعم، ولكن امر اخر وانهم يبحثون تحقيق الانتصارات تلو الانتصارات، يجب ان تبقى دائما لديك انتصارات اكثر وان تتجنب يعني كما نقول الخساره، وخاصه الخساره اللي كتكون بضربات القاضيه، لانه يعني من اسوء الاشياء اللي ممكن تبقى عندك في الذهن ديالك هو انك تلقى ضربه قاضيه تؤرق بشكل كبير وكتبقى مسجله عندك في البالماريس ديالك يعني حياتك كامله. سريعا كان حلو بالضربه القاضيه يعني هذه الجوله، يعني لما داش من يعني اللاعب يعني يكون شويه ديال على حسب يعني تقييم التواضع لست حكم مواي تاي او حتى قاضي مواي تاي. اذا الجوله الثانيه تنتهي، وشو رايك شكون اللي بان لك بانه تفوق بعض الشيء وبامكانه انه يخلق المفاجاه في هذه الامسيه؟ الجوله الاولى كان ممكن شويه نتكافؤ بالنسبه للاعب بعيد هنا شادي انا الضربه هذه حتى لو ما كانت يعني كان حلوه، يعني كان احكام على الرجل وكانت ضربة موفقة بالشاهد هنا اللاعب المصري، لو انه كان المرفق مسموح به في اللقطة الماضية كان ممكن يشاهد معنا هنا التمويه طريقة ديال تفادي الضربات. شاهد اوب يا سلام سنتيمترات قليلة كان ممكن انه نشاهدو كما تلاحظوا هنا، يعني التجربة شوية يعني ملي تيكون الدقة في النظرية ملي تيكون تتصيب الخصم اللي يبني هذه المباراة يجب بذكريات لسنوات سابقة بقي كنذكر يعني كان سميتو كاو، فتعلمنا شيء كثير من الحركات مهمين، تعلمنا الضربه بالركبه، تعلمنا الكيكينغ اللي هو الشيء، تعلمنا اللو كيك الضربه على الفخذ، تعلمنا ايضا المواي تاي بالمونغون، الى كنت تعرف معايا المونغون فوق الراس، وانت دابا خبير يعني في المونغون والرقصه الخاصه المواي تاي، يعني ما شاهدناش اليوم ولكن ممكن نشاهدوها مع البطل التايلاندي، ربما يطبق الطقوس ديال المواي تاي، يعني هذوك الطقوس الموسيقى ما يلعبش اللي ما كانش الموسيقى ديالو، يعني نعم تيكون داك سميت المانغون، يعني تيكون عباره عن ربط ثوب فوق الراس، نعم فوق الراس، يعني تيكون واحد يعني متبادي، يعني تيدير واحد الرقصه يعني تعبير احترام المدرب ديالو، هذه طقوس خاصه في احترام حتى الجمهور، في احترام حتى الحلبه، في احترام العديد من الاشياء. نبقاو في المواجهه، حنا كنتابعوا هنا الصراع، ضربات شاد معايا كيفاش كتكون يعني
اليمنى اليسرى باليد، ومع ذلك يعني كتحس بانها فعلا مباراه اللي رفع الستار، ماشي مباراه اللي ديال المحترفين كبار يعني. ولو انه كاين بعض المحاولات، كاين بعض المحاولات اللي تقديم نتيجه جيده ومفيده في هذه المنافسه هذه. شكون ممكن انه يتقدم؟ هذه جوله اللاعب المصري صراحه ايضا دون اي مجامله. ضربه مميزه كتكون بعض في بعض الفترات هاد الضربات هذه باش تخلي الخصم بعيد عليك، ما يقربش لك اكثر لانه كيشكل لك خطر. فرونت كيك تسمى الفرونت كيك ديما اولى حلوه من المرات، تخلي الخصم ديما من مره المساحه بهذا التكنيك. اصاب اللاعب الاماراتي كم في الضربات اللي تيكون متسلسله عليه صراحه اللاعب الاماراتي كمواجهه اولى في عالم المحترفين. اوه ضربه قويه، ضربه قويه في هذه الرياضه، بطن مباشره مثل ما ذكرت، حركات بدنية ومحاولات لتحقيق ضربات يعني مؤثرة، سقوط على المستوى الرينج. كاين روح رياضية بين الطرفين، ما كاينش تسرع. ونهاية هذه الجولة الثالثة، يبدو أنه سعيد كل السعادة البطل المصري أحمد المرغاني الذي يبدو أنه كأنه يحس بأنه انتصر في النزال. واش كتوافقوا الراي يعني في هذا البطل هذا اللي حس براسو بانه فعلا مقدم نتيجه جيده؟ شاد معايا يعني حتى الملامح ديالو كتبان مرتاح. دخول قوي كان ديما تيكون القرار عند الحكام الطاوله، من بينهم يعني القويدر المومني ومصطفى غنام وروبرتو فراغال، وما نساوش حتى فرانك يعني فرانك تيوس وني هو تيعطيك تنقيط ديال الثلاثه الحكام يعني هما اللي تي شوف معايا الضربات، ضربات قويه على اين الجمهور بدا يكتشف معنا المويطاي، كيكتشف معنا النزال الاول في المويطاي. غادي نتابعوا كيفاش غادي تكون النتيجه النهائيه، الوينر او الفائز في هذه الامسيه الخاصه ب المويطاي. بعد قليل سنتعرف على هويه البطل، هل هو اماراتي ام هو مصري، هل هو الازرق الممثل؟ محمد احمد المرغاني من مصر هو الذي يفوز وينتصر على البطل الاماراتي مصر العربيه. يبدو انه احمد يعني كان فرح اصلا فاش كان فوق الرينج. هنا طبعا يقدم له درع الفوز، اذا الجائزه للانتصار في هذه المباراه على السريع وبدون تاخر، ويحصل على هذا الانتصار. نعم، فرحة خاصة ورقصة بهلوانية وأيضا قفزة بهلوانية وكل شيء حاضر. البطل المصري يتوج بالمركز الأول، وحتى المنهزم في صح التعبير والآخر يفوز بهذه الجائزة في إطار دعم وفي إطار أيضا كل شيء أو كل رابح في هذه الأمسية. إذن البطل المصري مبروك، يحقق الانتصار المهم في هذه المنافسة. سنعرج بعد لحظات إلى نزال ثاني، ولكن قبل ذلك صور ستكون تذكارية. الأهم في كل هذا هو هذا الحضور وأيضا هذا التباري وهذا الاحتكاك بين الأبطال العرب الحاضرين في هذه المنافسة.